مشاهدينا أهلا بكم إلى تفاصيل نشاط الأخبار. البداية بالعناوين. بدعوة من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الرئيس الموزمبيقي يحل بالجزائر في زيارة صداقة وعمل إلى الجزائر عشية مشاركته في أشغال القمة السابعة لمنتدى دول المصدرة للغاز. عشية انطلاق قمة منتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر، تسخير كل الإمكانات المادية والبشرية لضمان تغطية إعلامية شاملة واحترافية. وفي النشرة، وقفة عند استراتيجية سوناتراك في تسويق المنتجات الطاقوية. وفي فلسطين المحتلة، قصف صهيوني جديد على شمال خان يونس يخلف العديد من الشهداء والجرحى. في الدقيقة 48 لإعلان قيام الجمهورية العربية الصحراوية، الثقافة الصحراوية جبهة أخرى للنضال والصمود من أجل عدالة القضية. ومن جنيف، تأكيد على مواصلة الكفاح لتحقيق السيادة الاقتصادية على الثروات الصحراوية. مشاهدينا أهلا بكم من جديد. بداية وبدعوة من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، شرع رئيس جمهورية موزمبيق السيد فيليب خاسينتو نيوسي أمس في زيارة صداقة وعمل إلى الجزائر في إطار تعزيز وتمتين روابط الأخوة والتضامن التاريخية التي تجمع الجزائر والموزمبيق. كما تأتي هذه الزيارة عشية مشاركة السيد فيليب خاسينتو نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق الصديق في أشغال القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز. هذا وقد حل رئيس جمهورية موزمبيق السيد فيليب خاسينتو نيوسي مساء أمس بالجزائر، حيث كان في استقباله بمطار الجزائر الدولية هواري بومدين الوزير الأول نذير العرباوي، بالإضافة إلى عدد من أعضاء الحكومة. وبين الجزائر وموزمبيق علاقات صداقة تاريخية وإرادة مشتركة لتعزيز فرص الشراكة وآفاق التعاون متعدد المجالات. نستعرض أهم محطاتها في هذا. تنطلق إذن اليوم على مستوى الخبراء أشغال القمة السابعة لمنتدى دول المصدرة للغاز الحدث التقوي الجامع لرواد الإنتاج والصناعة الغازية العالمية على أرض الكرة.
وتحسبا لهذا الحدث الطاقوي الهام، شرعت الوفود المشاركة في القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز في التوافد على الجزائر تباعا، حيث حل أمس وزير الثروة المعدنية والطاقة لدولة الموزمبيق كارلوس جواكين زكارياس بالجزائر، وكان في استقباله بمطار الجزائر الدولية وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب. كما حل أمس وزير الطاقة لجمهورية ترينيداد وتوباغو ستيوارت يونغ بالجزائر، وذلك في إطار مشاركته في القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز. وكان في استقباله بمطار الجزائر الدولي وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب. ومواكبة للحدث، اطلع المدير العام للتلفزيون الجزائري على آخر التحضيرات لهذا الحدث الذي خصص له تلفزيون بلاطوهات مباشرة من مكان انعقاد القمة تستضيف خبراء في مجال الغازة والطاقة. هذا وكان التلفزيون قد شرع منذ أكثر من شهرين في مرافقة هذا الحدث الهام من خلال تكييف برامجه وحصصه الخاصة وإعداد وثائقيات حول مختلف المنشآت الغازية عبر ربوع الوطن، وروبوتاجات وتحقيقات وحوارات من إعداد مفادي التلفزيون إلى مختلف عواصم الدول حول القدرات الغازية للبلدان الأعضاء في المنتدى. وكذا رصد لأهمية القمة السابعة المنتظرة في الجزائر. وضمن هذه المرافقة الإعلامية، يشرع التلفزيون ابتداء من اليوم في تنظيم أيام مفتوحة مع انطلاق اجتماع الخبراء اليوم ثم اجتماع الوزراء غدا الجمعة وصولا إلى القمة السبت المقبل، عبر بلاطوهات تحليلية من المطار الدولي وموقع الحدث المركز الدولي للمؤتمرات باستضافة خبراء ومختصين في الشأن الطاقوي ومسؤولين وفاعلين في صناعة القرار الاقتصادي. ولإنجاح الحدث إعلاميا، تم تسخير كل الإمكانيات والوسائل للصحافة الوطنية والأجنبية على مستوى المركز الدولي للمؤتمرات بتخصيص قاعات مجهزة بأحدث التقنيات للتسجيل والإرسال، بالإضافة إلى استديوهات للحوار والنقاش، تقول سونيا كاسي. القمة السابعة لرؤساء الدول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز موعد بارز يستدعي تغطية إعلامية محترفة تليق بالحدث الهام. ولأنها قمة تجمع الفاعلين في مجال الغاز في العالم، فهي محط اهتمام الصحافة الأجنبية الحاضرة لتغطية هذا الحدث البارز. كل الإمكانيات مسخرة، وما أبهرني هو قصر المؤتمرات، كل شيء في مكانه. باشرنا عملنا صبيحة اليوم وقد وفرت لنا كل المعلومات التي نحتاجها. زرنا مركز الصحافة ولقد أبهرنا به كثيرا. لقد تلقينا كل التسهيلات سواء على مستوى معالجة المعلومة أو في كل ما تعلق بالتجهيزات المسخرة. يعني من بداية الوصول المطار إلى يومنا هذا بخصوص توفير بطاقات الدخول والإجراءات الصحية المرافقة لتنظيم هذا الحدث العالمي المهم. وفي مثل هذه المواعيد يعكف التلفزيون الجزائري وكعادته على نقل الصورة والحدث أولا بأول، حرصا منه على ضمان تغطية إعلامية نوعية شاملة ببث متواصل آني ومحترف. الجميع هنا منهمك في مهمته، كل في تخصصه. اليوم وقبل انطلاق الحدث، التلفزيون حاضر بمختلف أطقمه الصحفية وكذا التقنية لمواكبة هذا الحدث ونقل الصورة. قمة الغاز هي قمة مهمة جدا على الساحة الدولية ولها أثر كبير على أسعار الغاز، لذا ستكون هذه القمة محورية خاصة في تمويل السوق العالمية للغاز مع الطلب المتزايد على مادة الغاز. تم تحضير عديد البلاطوهات من مكان انعقاد القمة هنا بقصر المؤتمرات عبد الله
لطيف رحال. ضيوف كثيرون سيتداولون على هذه البلاطوهات من خبراء محليين ودوليين من أجل إبراز أهمية هذا الحدث. وحنا رانا هنا ان شاء الله نكونوا في مستوى القمة، وان شاء الله من اجل صورة هذا الوطن. الصحافة الوطنية بدورها ترافق القمة بتغطية مباشرة ومتنوعة. الجزائر اليوم تمتلك الخبرة، الإذاعة الجزائرية تمتلك الخبرة بعد أن نجحنا في تغطية القمة العربية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط. اليوم الرهان على قمة الغاز، وأكيد سنكون في حاضرين في المستوى، أولا من خلال البث عبر الأثير، البث عبر المنصات الرقمية، وأيضا بتوفر أحدث التقنيات لتغطية الحدث. ساعات قليلة فقط تفصلنا عن انعقاد القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، ومختلف وسائل الإعلام الوطنية العمومية والخاصة وحتى وسائل الإعلام الأجنبية مجندة لضمان تغطية ناجحة ومحترفة لهذا الحدث البارز. هذا وعن جدول أعمال قمة منتدى دول المصدرة للغاز، أكد مدير الشؤون الدولية ومكتب العلاقات العامة بالمنتدى أحمد مصطفى أن القمة ستخرج بقرارات هامة. بالنسبة لجدول أعمال القمة، هو طبعا بيشمل العديد من الأمور الهامة لكافة دول أعضاء المنتدى، وهم 19 دولة. ممكن يكون أهمهم هو مناقشة إعلان القمة، وده المستند اللي هيصدر عن القمة. طبعا هيصدر عن رؤساء الدول والجمهوريات للمنتدى. أمر تاني مهم جدا، إن شاء الله خلال على هامش الأعمال هنعلن إطلاق معهد بحوث الغاز في الجزائر، وده هيتعمل إن شاء الله على أرض الجزائر بموافقة أو بمباركة جميع دول أعضاء المنتدى، وده بيبرز دور طبعا الجزائر على الصعيد الدولي في نشاط الغاز الطبيعي وفي مجال الطاقة بشكل عام. حاجة تانية ان احنا هنطلق نسخة تنبؤات السوق العالمية 2050 على هامش اعمال القمة. فزي ما بنقول كده، هو جدول اعمال القمة مليء بالامور. هذا واكدت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعية البصرية ان الجزائر التي تحتضن ابتداء من اليوم اشغال القمة السابعة لمنتدى دول المصدرة للغاز تسعى لان تكون محطة محورية واستراتيجية بالنسبة للامن الطاقوي العالمي ومساهمة في استقرار الاسواق العالمية في هذا المجال، وهو ما يتطلب تغطية اعلامية احترافية تكون في مستوى هذا الحدث الطاقوية. وتناشد السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعية البصرية في بيانها مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية بضرورة مواكبة هذا الحدث من خلال التتبع اليومي لأشغال القمة، وكذا التوصيات والقرارات التي ستنبثق عنها في إطار احترام القواعد والمعايير الإعلامية وأخلاقيات المهنة، وأيضا ضمان حرية الاتصال والتعبير والحق في الإعلام. كما تؤكد السلطة أن كل التدابير التقنية قد تم توفيرها على مستوى مكان انعقاد القمة لضمان تغطية إعلامية جيدة، مشددة على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان بث متواصل وتغطية احترافية احتراما للمشاهدي والمستمع، وتقديم خدمة عمومية تقتضي الديمومة في البث في مثل هذه المواعيد البالغة الأهمية بما يفرضه الواجب الوطني.
تشكل القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى دول المصدرة للغاز التي ستنطلق فعالياتها في الساعات القادمة تشكل سانحة مهمة للبحث عن أسواق جديدة وتمويل الدول المستهلكة بصفة مستمرة خصوصا وأن الوكالة الدولية للطاقة تتوقع ارتفاعا للطلب على الغاز في الفترة القادمة. المزيد مع مبعوثة التلفزيون الجزائري إلى الدوحة وسيلة بوشاد. في أحدث تقرير للوكالة الدولية للطاقة توقعات بزيادة الطلب على الغاز بنسبة 2.5%. الدول المنتجة المنضوية تحت راية GECF ستلعب في المرحلة المقبلة دورا محوريا في تمويل الدول المستهلكة بصفة مستمرة. الجزائر أحد أكبر موردي القارة الأوروبية تستعد لاحتضان القمة السابعة للمنتدى وتطمح لبحث سبل تمويل أسواق جديدة غير تلك التقليدية. أغلب الغاز المنتج له سوق، فليس هناك إشكالية في توزيع الكمية التي تسويق. يعني في التسويق ليس هناك إشكالية، لربما يحصل هناك نوع من التنافس لما يكون السوق ضيق، لكن السوق واسع والسوق قادر أن يأخذ كميات إضافية. كل ما يمكن أنك تضعه في السوق في الغالب السوق يستطيع يستوعب تلك الكميات، ولذلك هذا يضيق المساحة في الخلافات. هذا هو أكبر مكمن للغاز الطبيعي في العالم، حقل الشمال بشراكة قطرية إيرانية، حيث كشفت الحكومة القطرية عن توسعة جديدة ستسمح بإنتاج 142 مليون طن أفاق 2030. هذه الزيادة الحقيقة وهذا العمل طبعا يحتاج عمل وجهود كبيرة تسبق كل هذا، من كشف ومن ترتيب ومن بنى تحتية ومن استثمارات ومن توفير التمويل وكل هذا. قطر كانت موفقة في هذا التوقع خاصة، والأحداث على المستوى الدولي أيضا دفعت بشكل كبير. هذه الاكتشافات ستغير حسابات الدول المنتجة ومسارات أسواق الغاز العالمية. توقعات الوكالة الدولية للطاقة تقول إن الطلب على الغاز سيتزايد في السنوات المقبلة، فكيف سيتعامل منتجي الغاز مع هذا الارتفاع؟ هو أحد المحاور التي سيتم نقاشها خلال القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر. وسيلة بوشارب، الدوحة. والبحث عن الأسواق الواعدة لتسويق الغاز مهمة تستند اليوم إلى مهندسي مديرية التسويق الذين يساهمون في تسويق المنتوج الطاقوي عبر القارات الخمسة. تفاصيل أكثر في هذه الورقة لسهام موسى أرزوك. نشاط تسويق الغاز يشكل حلقة وصل قوية في إمدادات الطاقة للسوق الوطنية والدولية، نشاط تعكف عليه مديرية تسويق الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال التابعة لمجمع سوناطراك الذي يمتلك زبائن من خمس قارات، مما جعل المجمع أن يكون من الشركات الرائدة في العالم. سوناطراك كفاعل رئيسي في سوق الطاقة العالمية تصدر الغاز على شكل غاز طبيعي لو غاز ناتشورال عبر الأنابيب، والغاز المسال لو جي ان ال بواسطة ناقلات البحرية لو غاز ناتشورال ليكيفي، وذلك إلى وجهات متعددة، وهذا مرتبط بعدة عوامل مثل العقود التجارية لي كونترا كوميرسيو المبرمة والطلب العالمي للطاقة سي لي زيشونج انترناسيونو، وكذا الشراكات الاستراتيجية. طواقم تسهر على ضمان سير عملية تمويل وتسويق المنتوج الجزائري لبلدان يزداد فيها الطلب. ارتفع الطلب بنسبة أكثر من 6% سنويا خلال 30 سنة الماضية، حيث انتقلت من 10 مليار متر مكعب سنة 1995 إلى 27 مليار متر مكعب سنة 2010 وأكثر من 50 مليار متر مكعب حاليا.
عقود مباشرة وفورية للاستفادة من ارتفاع الأسعار في تحقيق عائدات مرتفعة والوصول إلى أسواق جديدة. تعمل شركة على دخول وجهات أخرى، وجهات الأسيوية عبر العقود الآنية سي لي كونترا سبوت. تكمن قوة سوناتراك في مجال التسويق أيضاً في أسطول النقل الخاص بها المكون من 17 سفينة. نعمل على تأمين عملية التسويق الغاز المنتج من طرف المركبات بواسطة أسطول النقلات التي يتم شحنها من خلال موانئ سكيكدا وبطيو. بل تم توريد الغاز الجزائري أيضاً إلى جميع أنحاء العالم، منها 14 دولة من بينها المملكة المتحدة، أين تمتلك سوناتراك منصة لاستقبال الغاز الطبيعي الموسال بغرض إعادته للحالة الغازية ثم تسويقه إلى السوق البريطانية. عقود ستساهم في تعزيز صادرات الجزائر من الغاز، والهدف ضمان ديمومة لنموها الاقتصادي. رأس أمس الوزير الأول نذير العرباوي اجتماعا للحكومة خصصة لمتابعة مدى التقدم الحاصل لعملية رقمنة عدة قطاعات لا سيما المالية، مع الحرص على الالتزام بالأجال المحددة تنفيذا للتعليمات الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بالتحول الرقمي والداعية إلى مواجهة تحديات الرقمنة بطرق منسقة ومتكاملة. كما واصلت الحكومة دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفية ممارسة الرقابة الميزانياتية تنفيذا لأحكام القانون المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالية، ورمي إلى تكريس المقاربة الجديدة لمراقبة النفقات والترشيد المالية العامة. ودرست الحكومة أيضا مشروع مرسوم تنفيذي ينظم أنشطة تخزين وتوزيع المنتجات النفطية، يهدف إلى وضع إطار تنظيمي جديد يحكم هذه الأنشطة. كما استمعت الحكومة إلى عرض حول بعث الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، والذي يهدف إلى ترقية حوكمة هذا الجهاز الهام من أجل جعله أكثر استجابة للمتطلبات الاقتصادية. في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 27 فيفري الجارية عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة عبر كامل التراب الوطني. ففي إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 29 عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة بأنحاء الوطن. وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية 68 تاجر مخدرات، وأحبطت محاولات إدخال 5 قناطير و29 كيلوغراما من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب. فيما تم ضبط 127547 قرصا مهلوسا، وبكل من تامنا راست وبوج باجي مختار وإليزي، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 153 شخصا، وضبطت 43 مركبة و 86 مولدا كهربائيا و 38 مطرقة ضغط و 3 أجهزة كشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين
تم توقيف 41 شخصا آخر وضبط بندقية رشاشة FMPK مسدسين رشاشيين من نوع كلاشنيكوف و29 بندقية صيد و9 مسدسات آلية و66 ألفا و397 لترا من الوقود و9 أطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة و18 قنطارا من مادة التبغ، وهذا خلال عملية متفرقة عبر التراب الوطني. من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية ل 23 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنعة، فيما تم توقيف 621 مهاجرا بطريقة غير شرعية من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني. في أحوال الطقس، يتواصل هطول الأمطار المعتبرة على عدة ولايات من الوطن والتي تستمر إلى غاية اليوم بكميات قد تتعدى 140 ملمترا. هذا ويتوقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية استمرار هطولها إلى غاية نهار اليوم. أجواء غير مستقرة وماطرة تعيشها المناطق الشمالية خاصة الوسطى والشرقية منها، وهذا نظرا لتمركز منخفض جوي على شرق البحر الأبيض المتوسط مصحوبا بتيارات جوية شمالية باردة ومشبعة بالرطوبة. وبالتالي قام الديوان الوطني للأرصاد الجوية بإصدار نصرية جوية خاصة للأمطار بدرجة ثانية على هذه المناطق، حيث أن كميات الأمطار تتراوح بين 30 إلى 80 ملم من ابتداء من اليوم إلى غاية يوم غد إن شاء الله. يجدر الإشارة أن الولايات التالية تيزي وزو، شمال سطيف، بجاية، جيجل وميلا معنية بنشرة جوية خاصة من الدرجة الثالثة لون أحمر على مستوى خريطة اليقظة ابتداء من هذه الأمسية إلى غاية صبيحة غد، حيث أن كميات الأمطار تتراوح بين 80 إلى 100 مللتر. التحسن الجوي مرتقب ابتداء من ظهيرة الغد على المناطق الوسطى، وبالنسبة للمناطق الشرقية فسيكون ابتداء من ظهيرة يوم الجمعة إن شاء الله. هذا وأدى التساقط الكثيف للثلوج الذي شهدته بعض المناطق بولاية تيزي وزو خلال 24 ساعة الماضية إلى قطع عدة طرق وطنية بالولاية. ولتأمين تنقلات السائقين، قامت وحدات من الضبط الوطني والأمن الوطني التابعة لولاية تيزي وزو بعدة تدخلات من أجل فتح الطريق الوطنية رقم 30 الرابط بين ولاية البويرة وتيزي وزو، ووضع تشكيلات لضمان انسيابية مرورية وتأمين تنقلات المواطنين. الضغط الوطني يضع تحت تصرف مستعمل الطريق رقم 1055 للتدخل والتبليغ عن أي طارئ. كما تم وضع موقع طريقي متاح 24 ساعة على 24 ساعة للإطلاع على حالة الطرقات. مصالح أمن ولاية تيزي وزو بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني على مرافقة السلطات المحلية في إعادة فتح الطرقات المغلقة بسبب تساقط الثلوج، إلى جانب تقديم النصائح والإرشادات المرورية لمستعملي الطريق العام وحثهم على تفادي التنقلات خاصة أثناء هذه التقلبات الجوية. في إطار مكافحة الجريمة المنظمة، تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطنية ببرمودا درايس بالعاصمة من الإطاحة بشبكة إجرامية تدير شركة وهمية للاستيراد والتصدير، قامت بالاحتيال على 600 شخص، حيث تم توقيف 3 مدبرين رئيسيين من بينهم امرأة، وحجز 13 مركبة فاخرة ودراجة نارية ومبلغ مالي معتبر بالعملة الوطنية. بناء على معلومات تحصل عليها فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببئر مراد رايس، مفادها وجود شركة وهمية تحت اسم مجمع إيفرساي متخصصة في الاستثمارات المالية، والتي توهم ضحاياها خلافا للقانون بأنها شركة بنكية تبيع الأسهم والاستثمار المالي والعقاري وتستثمر أموال المواطنين مقابل فوائد مالية معتبرة. العملية مكنت من توقيف 3 مدبرين رئيسيين من بينهم امرأة وحجز 13 مركبة فاخرة ودراجة نارية. مبلغ
مالي من العملة الوطنية يقارب 5 ملايير سنتيم. طقم من المعدن الأصفر بوزن 61 غرام، 837 ملف خاص بعقود المبرمة للزبائن، 10 أختام مختلفة الأحجام والأشكال، 3 آلات حاسبة إلكترونية ذكية لعد النقود، أجهزة الإعلام الآلي و21 هاتف نقال ذكي، صكوك بريدية، دفاتر وبطاقات بنكية، يخت نزهة مجهز، بالإضافة إلى حجز عتاد وأثاث خاص بست شقق كانت تستغله لإبرام العقود. دوليا وفي مستجدات الوضع بالأراضي الفلسطينية المحتلة، يواصل الكيان الصهيوني عدوانه على قطاع غزة مرتكبا المزيد من المجازر بحق المدنيين العزل، حيث استشهد ما لا يقل عن 6 مواطنين وأصيب أزيد من 20 آخرين في قصف صهيوني استهدف مساء أمس بلدة القرارة شمال خان يونس، كما استشهد 8 فلسطينيين وجرح آخرون خلال قصف قوات الاحتلال مربعا سكنيا بالمخيم الجديد في النصيرات وسط غزة، فيما وصل عدد الشهداء الذين جرى انتشالهم أمس في خان يونس إلى 14 شهيدا، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي إلى أكثر من 29,900 شهيد وأزيد من 70,300 مصاب. بين عدوان صهيوني متواصل وتجويع ممنهج، ترصد كاميرا التلفزيون الجزائرية شجاعة أطفال غزة وهم يلقنون العالم درسا في الصمود والثبات رغم نحلة أجسامهم الصغيرة التي نخرها الجوع وقلة الحيلة. يقول مراسلنا من غزة وسام أبو زيد. يطالبون بالحرية ووقف الإبادة الجماعية بحقهم وبحق عائلاتهم رغم أمعائهم الخاوية وآلام الجوع والعطش. هكذا صدحت أصوات عشرات الأطفال الفلسطينيين في مدينة رفح جنوبي القطاع، فهي غيض من فيض احتياجات تكفلها أبسط القوانين الدولية وحقوق الإنسان، رافعين لافتات كتب عليها الجزائر دولة الأحرار الباقية على درب الثوار، لما كان لها دور سياسي مدافع عن قضاياهم العادلة في المحافل الدولية. المواقف السياسية الجزائرية أيضا مقدرة ومثمنة، ترفع الرأس. نتمنى من الجميع أن يحذو حذو الجزائر قيادة وشعبا، وأن يقدموا ما تقدمه الجزائر، المحبة والتقدير للجزائر قيادة وشعبا ولآبائهم وأجدادهم الثوار الأوائل. احنا تعبنا، نفسيتنا تعبت، شهداء، قصف، زوارق بحرية، دبابات، معيك منظر اليهود، تعبنا احنا اطفال غزة، تعبنا، بدنا نروح، تعبنا. وهنا عشرات الأطفال الفلسطينيين جثثا هامدة ربما صدحت أصواتهم قبل موتهم ولم يسمعهم العالم، وما زالت تمتلئ بجثامينهم أقسام الاستقبال وثلاجات الموتى، وكأنهم يحاولون مجددا بأجسادهم الطاهرة أن يطالبوا العالم على وقف المذبحة المرتكبة بحقهم وبحق عائلاتهم في وقت تؤكد فيه الصحة الفلسطينية عن استشهاد أكثر من 110 شهداء في 8 مجازر خلال الساعات الماضية أدت إلى هدم عشرات المباني السكنية. ويواصل جيش الاحتلال التوغل برا في خان يونس جنوبا وشرق مدينة غزة وشمالها. الخسائر البشرية هو 10 شهداء، 2 تحت الألغاز لسه مش معروفين وين هم، 8 شهداء اللي قدرنا طلعناهم، في منهم ظهروا على الجيران وقدرنا نحصلهم ونجيبهم. أما هذه الطفلة فهي تصرخ ألما هذه المرة خلال تضميد جراحها من قبل الأطباء الذين يداونها دون تخدير الغير متوفر بمستشفيات غزة، فهي واحدة من بين عشرات الإصابات التي وصلت المستشفيات، والكل هنا يحاول أن يخفف من أوجاعها ومن أعداد الشهداء والمصابين. فآلام وأوجاع الفلسطينيين تزداد يوما بعد يوم في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي للشهر الخامس على التوالي، ويأملون أن تصدح هذه الأصوات في أصقاع العالم لإجبار الاحتلال لوقف المذابح بحق الشعب الفلسطيني. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين.
في ملف الصحراء الغربية وفي الذكرى 48 لإعلان قيام الجمهورية الصحراوية أحيت الجالية الصحراوية المناسبة بالإعلان عن تأسيس أول جمعية للجالية بسويسرا في وقت شهدت في إسبانيا أول أمس مظاهرات مساندة للقضية الصحراوية ورافضة لتحول موقف الحكومة الإسبانية تجاه الصحراء الغربية. باريزا جلمدا. في الذكرى 48 لقيام الجمهورية الصحراوية، المناسبة كانت فرصة للتعبير عن روح التضامن والكفاح المستمر والوقوف عندما حققه الصحراويون في سبيل نيل الاستقلال. كما كانت الجالية الصحراوية على موعد للإعلان عن تأسيس أول جمعية بسويسرا لمواصلة نضالها في ظل الممارسات الهمجية المنتهجة والتماطل في تطبيق القرارات الأممية من قبل نظام المخزن ضد الشعب الصحراوي. نتواجد هنا للاحتفال بتأسيس الجمهورية العربية الصحراوية في ذكرى 48. الجمعية السويسرية تتضامن مع الشعب الصحراوي ونعمل على المرافقة ومد يد العون. الجمعية تأسست في أوت 2023، كانت بإشراك العديد من المتضامنين مع الشعب الصحراوي. إن أهداف جمعيتنا تحسيس المجتمع المدني السويسري اتجاه القضية الصحراوية وما يقع في الأراضي الصحراوية، ونطالب بالمساعدات الإنسانية للاجئين الصحراويين. قضيت حوالي 4 سنوات مفقودة لدى سجون الاحتلال المغربي. كل هذه المعاناة ليست معاناتي وحدي، بل هي معاناة شعب بأكمله. المحتل منذ عقود يواجه كل أشكال التعنيف التعذيب، إنه محتل ضد الإنسانية. نحن بهذا نريد أن نسمع صوتنا أكثر من خلال هذه الجمعيات في إطار البحث عن تطبيق قرارات الأمم المتحدة لنيل استقلالنا. مساعي حثيثة يقودها المشاركون دعم للجهود التي يبذلها الفريق القانوني على هامش الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، مؤكدين على أن جبهة البوليزاريو تهدف إلى استعادة السيادة الاقتصادية وبسط السيطرة على الثروة الوطنية والقضاء على استغلال الاحتلال المخزني وانتهاكه للشرعية الدولية والقانون الأوروبي، وإن الشعب الصحراوي له كامل الحق في تقرير المصير غير القابل للتصرف أو التقادم، مبرزين أن الحديث في الوقت الراهن عن اقتصاد حقيقي في الصحراء الغربية في ظل احتلال نظام المخزن هو بمثابة استنزاف ونهب لقدراته الباطنية وطاقته المتجددة. احتفالية هذه السنة تحمل في طياتها احتفالية التغيير والأمل الجديد. بعد 10 سنوات عمل في سويسرا وفي هيئة الأمم المتحدة، نعمل من أجل الدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي ومواصلة حماية الثروات الطبيعية للصحراء الغربية. وبمبادرة من الجمعية الكتالونية نظم تجمع ضم مجموعة من المواطنين وسط ساحة باريرية من أجل الاحتفال بتأسيس الجمهورية الصحراوية والاحتجاج ضد تحول لموقف الحكومة الإسبانية تجاه القضية الصحراوية. والصحراء الغربية تزخر بتنوع ثقافي متميز وتراث حضاري متفرد يشكل حلقة أساسية في مسار نضال وكفاح الشعب الصحراوي ليظل حصنا منيعا ضد محاولات نظام المخزن المغربي طمس معالم الهوية الصحراوية. عم توكين. تعد الثقافة الصحراوية إحدى خطوط المقاومة في الدفاع عن الهوية الصحراوية التي لطالما تميز بها الشعب الصحراوي وظل محافظا عليها رغم المحاولات المتكررة التي ينتهجها المخزن المغربي بغية طمسها. احنا ثقافتنا ما تقد تعود كي ثقافتهم، ملحفتنا ما تقد تلبسها مغربية منهم، ودراعتنا ما قد يلبسها راجل منهم. نحن صحراويين، عاداتنا صحراوية ماشين عليها. الشعب الصحراوي وتقليدنا اللي هام المغاربة يقضوا عليه، اللهجة ما هي واحدة، والناطق ما هو واحد، والزي ما هو واحد، والكلام ما هو واحد، والحنة ما هي واحد، والديار ما هو واحد. زينة المرأة الصحراوية زينة مميزة. احنا شعب منفصل تماما عن المغاربة، شعب له عادات له تقاليد
له فطرة حب الوطن. الحفاظ على الهوية الصحراوية ظلت إحدى جبهات النضال التي تميز بها الشعب الصحراوي منذ عقود. الثقافة الصحراوية تتميز يعني تميز كلي عن باقي الثقافات على مستوى المنطقة المغاربية بصفة عامة، ولكن عن الثقافة المغربية بصفة خاصة، وخاصة إذا ما عرفنا على أنه المغرب يحاول في السنوات الأخيرة يجعل من الثقافة يعني جبهة في جبهات الصراع معنا من أجل إثبات هويتنا. فهذا الموضوع إحنا يعني راسمين سياسة على مدار السنة من خلال إبراز الثقافة في عدة قضايا. لتبقى هوية الثقافة الصحراوية رافدا من روافد التواصل مع العالم وإبراز دورها الكبير في التعريف بالقضية الصحراوية. ختام النشرة، شكرا لكم مشاهدينا على كرم المتابعة، في أمان الله.